Motherfucker! Doo-doo! New! السلام عليكم من قناة ترو لايف. عايز تسافر ومش قادر، انت دلوقتي وصلت للدولة بتاعة المهجر، عديت مراحل كتير، لازم تبقى عارف ان انت عديت اكتر من 65% من الطريق. هتقابل حاجات كتيرة هنتكلم فيها دلوقتي. هتقابل اول حاجة الرجولة، ازاي تبقى راجل في الغربة. Пришли далеко отсюда. Девочка? Чё тебе бабушка? Какая тебе бабушка-то? Какая тебе девочка? Видал? كتير لنا أول ما بيوصل للغربة ويبتدي ينبهر بالأشكال والتقاليع اللي الناس بتعملها، بيبتدي يقلدهم ويحكيهم، وللأسف بيقلد القلة والحاجات والعادات الخاطئة زي التاتو والشعر الطويل والحلقان، ويبهين عليك كما تشوفه تديله على وشه. وانت اتنكيت بعيد يا عمدة، بعيد وانت اتنكيت يا اخوي. اسم تلبة يا عمدة تلبة، ولا حليحة تلبة. منجبات يا بلد الحبايب، منجبات. التحدي الكبير بتاعك هو انك تحافظ على تقاليدك السليمة وتتخلص من تقاليدك الغير سليمة في المجتمع الجديد ده. فرصة انك تنهل من العلم والثقافة والحضارة التراكمية اللي موجودة في هذا البلد الجديد. حاول ما تركزش مع العادات السيئة والسلبية والمظاهر الخداعة الكذابة اللي المجتمع نفسه عندهم ما بيحبهاش ومش بيفضلها. شاشة بقى اياها دي بتاعت مصر بينو، لا احنا ضربين يعني وخلاصين الحمد لله. في حاجات لسه جاية ان شاء الله. اللي جاي جاي احنا خلصنا، احنا مزاريان خلصنا لسه مزاريان بس بتاعنا بيصر بيطلب حاجات غريبة.